صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دفعت مبلغ 1000 ريال للتأمين الصحي الإجباري، فهل يحق لي العلاج بموجب هذا التأمين في حدود المبلغ الذي دفعته فقط، ولا سيما أن تكاليف العلاج أصبحت مرتفعة جدا؟ إذا أخذت مقدار ما دفعت فلعله لا حرج فيه إن شاء الله، وتركه أحسن، تركه أحسن، تعالج نفسك من مالك أحسن. لكن إذا أنك تقول أنك معسر ولا أنت تأخذ قدر ما دفعت. نعم.